جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من يسمون أنفسهم بأهل الحملات، كثرت الشكاوى منهم شيخ صالح، ولا سيما وأنهم قد يتساهلون في بعض الأمور، ينفرون الناس من مزدلفة بعد منتصف الليل لحاجات ربما تكون غير مشروعة، لا يبيتون بمنى كما ذكر هذا المستمع، وأشياء وأشياء. ما هو توجيهكم شيخ صالح؟ على أصحاب الحملات يتقوا الله سبحانه وتعالى بمن تحت أيديهم من الحج، لأنهم مسؤولون عنهم، فعليهم أن يقوموا بالواجب، لأنهم يأخذون في مقابل هذا أموالا من الحجاج، في مقابل أنهم يوفرون لهم أداء المناسك على الوجه المشروع. فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يرفقوا بحجاجهم، وأن يمكنوهم من أداء المناسك على الوجه المشروع، وأن لا يتلاعبوا بحجاجهم ويضايقوهم، فإن هذا من الخيانة للأمانة التي تحملوها، ومن أكل أموالهم بغير حق. فلا شك أن صاحب الحملة عليه مسؤولية عظيمة، وهو متحمل بحمل ثقيل، وربما أن تسميته بصاحب حملة أو تسمية هذا العمل بالحملة لأنه متحمل لحمل ثقيل، فلهذه التسمية من معناها نصيب بين. عليه من يتق الله سبحانه وتعالى، وأن يرفقوا بحجاجهم، وأن يمكنوهم من أداء المناسك على الوجه المشروع، وأن لا يحملوهم على النقص في مناسكهم من أجل راحة صاحب الحملة أو توفير الوقت له أو توفير الأموال والمكاسب له، فإن ذلك عمل لا يحل له. نعم.